بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا طلاب الحلوين. اليوم يا مس سوف نتحدث ونكمل في حصة اللغة العربية ونقوم بحل التدريبات درس يوم الاستقلال. الرجاء احضار الكتاب المدرسي وفتح صفحة رقم 77. هيا بنا نبدأ. تمرين رقم 1. ألفظ الكلمات منتبها إلى الفرق في نطق الحروف الملونة. يوجد عندي كلمة، سوف ننظر إلى الحرف الملون في الكلمة الأولى جيم، والحرف المرون في الكلمة التالية جيم، لكن سوف نلاحظ الفرق في اللفظ مع اختلاف الحركة. عندما يكون حرف الجيم محرك بالفتح فإني ألفظه كيف؟ ج. كيف ألفظه؟ ج، وتصبح الكلمة ج. مالون، جمال. وعندما تكون محركة بالكسر فيكون لفظ حرف الجيم هكذا، جي مالون، جمال. أحسنتم، هنا جمال وهنا جمال. انظر كيف اختلف معنى الكلمة واختلفت الكلمة باختلاف حركة الحرف. سوف ننتقل إلى الكلمتان التاليتان ونلفظ فراش، فراش. في فراش، فراش. انظر كيف اختلفت الكلمتان في الكلمة الأولى وكان لفظها فراش، وفي الكلمة التالية وكان لفظها فراش. أحسنتم. سوف نذهب إلى التمرين التالي ويتحدث ويقول لنا: اقرأ الجملة قراءة معبرة. أقوم بقراءة الجملة قراءة معبرة. سوف أقرأ لكم الجملة: هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. أحسنتم. سوف ننتقل إلى تمرين رقم 3. استخرجوا من الجملة اسم شهر من أشهر السنة وأكتبوا. هل تعلمون كم عدد أشهر السنة؟ هيا فكر معي. نعم، إن عدد أشهر السنة في السنة الميلادية 12 شهرا، وتتكون من 12 شهرا. يصادف ذكرى يوم الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية في واحد من أشهر هذه السنة. سوف أقرأ هذه الجملة حتى تتعرف على هذا الشهر الذي يصادف به ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم هو 25 من يوم الاستقلال، من أيار يوم الاستقلال. ما هو الشهر الذي ذكرته؟ أيار. أحسنتم. إذن نكتب في هذا الفراغ أيار. تمرين رقم 4. أضع دائرة حول معنى الكلمة الملونة. 1. رحب حسام بجمال. ألف أعطاه شيئا، باء أخذ منه شيئا، جيم قال له أهلا وسهلا. ما هي؟ قال له أهلا وسهلا. أحسنتم. 2. سأذهب مع أسرتي، أصدقائي، عائلتي، زملائي. عائلتي. أحسنتم. 3. هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. ألف التسامح، التحرر، الكرامة، باء التحرر. أحسنتم. سوف ننتقل الآن إلى صفحة 78. تمرين رقم 5. أصل الكلمة بضدها في المعنى ثم ألفظ. يوجد عندي في العمود الأول كلمات، سوف نقوم بوصلها في العمود الثاني بضد هذه الكلمة. الكلمة الأولى لبس، لبس. والكلمة الثانية بعد، سوف ننتقل إلى العمود الثاني. قبل، خلع، أنزل. لبس بمعنى عكسها خلع. أحسنتم. بعد عكسها قبل. أحسنتم. تمرين رقم 6. أحلل الكلمات إلى مقاطع. سوف نقوم بتحليل هذه الكلمات إلى مقاطع. سوف أستذكركم. نقوم حرف ويتبعه واحد من حروف المد آ أو إي، يصبح مقطع واحد ونكتبه مقطعا واحدا. كلمة ويتبعها حرفا ساكن تصبح مقطع واحد. إذا كلمة حرف ويتبعه واحد من الحروف المد آ أو إي تصبح ماذا؟ مقطع واحد. أحسنتم. وحرف ويتبعه حرف ساكن يصبح مقطع واحد، لكن حرف لا يتبعه واحد من حروف المد ولا حرف ساكن ويكون حرف محرك بواحد من الحركات القوية الفتحة والضمة والكسرة، أو واحد من التنوين، تنوين الفتح أو الضم أو الكسر، يبقى وحده لأنه قوي. سوف أبدأ. أع
لام أعلام استقلال 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 احتفال احتفال. أحسنتم. سوف أنتقل إلى رقم 7. أركب من المقاطع كلمات وأكتبها هنا. قاموا بتحليل الكلمات إلى مقاطع وسوف أقوم بتركيبها. ملابس ملابس، مساجد مساجد، منازل منازل. أحسنتم. سوف ننتقل إلى الفرع التالي. مشاهدة مشاهدة، مساعدة مساعدة، مقابلة مقابلة. أحسنتم. سوف ننتقل الآن إلى صفحة 79. هيا بنا نبدأ. سوف نقوم بهذا التمرين. سوف أقوم بقراءته. تمرين رقم 8. أعيد ترتيب الكلمات لأكون جملتان مفيدتان. تعلمنا في هذا التمرين أن نقوم بتكوين جملة فعلية، وهي التي تبدأ بفعل، تكون أول كلمة به فعل، وجملة اسمية، وهي التي تبدأ باسم وتكون أول جملة به اسم. سوف أقرأ لكم الكلمات. شاركت في وفاء المدرسة احتفالي. لو بدأنا في أول جملة بشاركت وهو عبارة عن فعل، سوف نكون هنا ماذا؟ جملة فعلية. أحسنتم. شاركت وفاء في احتفال المدرسة. أحسنتم. سوف نكون في الجملة التالية جملة اسمية، وفاء شاركت في احتفال المدرسة. الرجاء كتابة هنا جملة فعلية حتى لا نقوم بنسيانها، وهنا نكون نكتب جملة اسمية. 9. أعيد ترتيب الجمل شفويا. سوف نقوم بإعادة ترتيب الجمل شفويا، لكن أنت في هذا سوف أقوم لكم بإعادة هذه الجمل حتى نكون فقرة، والفقرة هي تتكون، الجملة تتكون من مجموعة من الكلمات، لكن الفقرة تتكون من مجموعة من الجمل. سوف أقوم أنا بتكوين هذه الفقرة شفويا، لكن أنت سوف تقوم بكتابتها في الفراغ اللي موجود هنا. سوف أبدأ عن يوم الاستقلال. ثم قرأت في الإذاعة المدرسية موضوعا فصفقت لها الطالبة. ذهبت ريم إلى المدرسة. سوف أبدأ. ذهبت ريم إلى المدرسة. سوف نضع فاصلة. ثم قرأت في الإذاعة المدرسية موضوعا عن يوم الاستقلال. سوف أضع فاصلة. ثم فصفقت لها الطالبات. سوف أضع نقطة. يعني ذهبت ريم إلى المدرسة، هذه أول جملة. ثم قرأت في الإذاعة المدرسية موضوعا، هذه ثاني جملة. عن يوم الاستقلال، هذه ثالث جملة. فصفقت لها الطالبات. أحسنتم. سوف ننتقل الآن إلى تمرين رقم 10. أكمل على النمط المثال ثم ألفظ. سوف نقوم بالإكمال على نمط المثال. هنا المثال هو يتحدث هذا التمرين عن الترتيب. سوف أتخيل أننا قمنا بترتيب الصف عندما نقوم في الطابور الصباحي، فيوجد عندي الترتيب الأول، بعده ماذا نسميه؟ الثاني. أحسنتم. بعده الثالث. أحسنتم. وبعده الرابع، وهنا الخامس. أحسنتم. هكذا نكون قد أنهينا حل هذه التمرينات. فالرجاء الكتابة على الكتاب المدرسي وبعث لي الحل. وشكرا لحسن استماعكم.